السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب. ما زلنا معكم بنغطي الأحداث التي تدور حول العالم من زاوية أحاديث آخر الزمان. معانا النهاردة في هذه الحلقة مشاهد أزعم أنكم لم تروها من قبل. لسه الزلزال بتاع المغرب والأحداث بتاعت ليبيا مأثرة على وجدان المواطن العربي المسلم بصورة كبيرة جدا جدا، لأن الحدث جلل، خاصة أحداث ليبيا في الحقيقة فاجعة كبيرة جدا جدا حدثت في ليبيا. اللي بيحصل على مستوى العالم بكلام واضح جدا، وده رأينا علشان كتر الكلام في هذه المسألة، هذه أحداث كونية تمهيدا للحدث الأكبر ألا وهو وصول النجم الطارق. ده المعتقد بتاعنا، والكلام اللي احنا بنقوله لكم بيحصل بفضل الله. ليه؟ لأنه بمؤيد بأحاديث ومؤيد بأدلة، والواقع خير دليل على ما يحدث. تعالوا نشوف النهاردة مشاهد لم تعرض لكم، وهتشوف مشاهد في الشرقية زي ما بيظهر قصادنا في مصر. شوف معايا شكل السماء والمشاهد المرعبة جدا اللي حصلت في مصر في محافظة الشرقية، في يعني تعتيم كبير جدا جدا على ما يحدث أو عما يحدث، ويعني شكل السماء غير طبيعي بالمرة. وإحنا بندردش مع بعض عايز أتكلم معاكم عن العاصفة دانيال. إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا. إيه هي؟ بيتم تصدير المعلومة لينا بطريقة غير مباشرة، وإحنا للأسف بنردد هذا الكلام يعني زي البغبغانات، إلا من رحم الله. طبعا الناس اللي فاهمة عارفة الموضوع أصله إيه. هل فعلا العواصف اللي هما بيقولوه لنا جاي من اليونان ومش عارف إيه والكلام ده، هل الكلام ده صح؟ كل ده كذب في كذب، ما يفرقش كتير عن القبة الحرارية والاحتباس الحراري والكلام الفارغ اللي بيتحكوا بيه على الناس. تعالوا واحنا كمان بنتكلم نشوف مشهد لليبيا ممكن تكونوا بتشوفوه لأول مرة من كاميرات خاصة لأصدقائنا في ليبيا. تعالى شوف بالصوت والصورة لمدة ثواني ثم نعود إليكم. زي ما شفنا مع بعض مشاهد يعني مخيفة ومفزعة في ليبيا، اللي حصل يا أحباب فاجعة يعني كبيرة جدا. كمان تعالوا نشوف مرسى مطروح، زي ما عرضنا لكم مشاهد امبارح من دمياط، من محافظة دمياط. تعالى نشوف مشاهد برضو من الكاميرات بتاعتنا لمرسى مطروح، أمطار كثيفة. تعالى نشوف وإحنا هو مع بعض هو كما تظهر أمامنا. والله لقيت ناس بعتين لنا في التعليقات بيلعبوا نفس اللعبة إياها. إيه هي بقى؟ بيقولوا لا ده فصل الخريف بدأ وده أمور طبيعية. والله يعني إحنا مش بنعرف نرد على هؤلاء في الحقيقة، لأن في كلام كده ما ينفعش ترد عليه وما تعرفش ترد عليه، من كل زاوية إنكار ما بعده إنكار. إزاي إن إحنا بدأنا في فصل الخريف؟ هل هذا الأمر، سيبك من الخريف والربيع والصيف والشتاء والكلام ده، هل هذا الأمر كل سنة بيحدث في شهر 9؟ ده السؤال. الإجابة المباشرة بآه أو لا. بآه يبقى تجيب لنا فيديوهات لأمر اعتيادي، بقى هنلاقي فيديوهات كتيرة. لأ يبقى تعترف ان انت بتحاول تحيد عن الحق وما تعملش كده تاني. انا عايز قبل ما اعرض لك مشهد اخر من المشاهد التي جاءتنا اقول لك الموضوع بتاع العاصفة بتاعت اليونان اللي هما بيسموها العاصفة دانيال. فكر معايا، لان لازم نحترم التفكير بتاع الناس. المفروض العاصفة دي قالوا ان هي وصلت مصر، اقرب محافظة لليبيا هي مرسى مطروح. هل من المعقول ان مرسى مطروح ما نلاقيش فيها اي عواصف ونلاقي فيها مطر خفيف وبعض اماكن ثلوج؟ على فكرة
يعني نزلت بس في حملكية ما نقدرش نعرض ليكم. هل من المعقول ان مرسى مطروح ما نلاقيش فيها اي عواصف ونلاقي العواصف نطت وعدت مرسى مطروح وعدت كل الطريق وراحت على فجأة على اسكندرية؟ فكر معايا وقول لنا هل هذا الكلام طبيعي ولا الموضوع ملوش علاقة بالعواصف اللي هم بيسموها بأسماء والناس قاعدة بتردد. يعني صاحبنا اللي عنده قناة طالع على طول، لان صدى صوت على طول طالع بيقول للناس، بيقول لهم العاصفة دانيال جات وحرسوا وجاية من اليونان. طيب يعني عدت على ليبيا من اليونان، المفروض تعدي على مرسى مطروح، ما عدتش. كلام غير منطقي بالمرة. قولوا لنا رأيكم ايه في التعليقات، وتعالوا نشوف مشهد من مشاهد ليبيا اللي يعني الكاميرا بقى، صد الكاميرا وتشوف معايا لمدة ثواني، ونعود إليكم بإذن الله. يعني زي ما شفنا ويظهر على الشاشة يعني حاجة عواصف وسيول غير طبيعية بالمرة. الراجل متعلق في الحديدة بتاعت المنصة اللي هو فيها دي، يعني طارت بيه، ارتفعت بيه. مشاهد غريبة جدا جدا بنشوفها، وأزعم ان هي بتعرض ليكم لأول مرة. ان شاء الله يعني بعد قليل انتظروا حلقة من العيار الثقيل، ملف شائك وهام جدا جدا. تابعونا بإذن الله بعد قليل، والتغطية مستمرة من زاوية أحاديث آخر الزمن. دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.